أوضح معالي الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مؤتمر صحفي عقده مع منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالة الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك حول الوضع الإنساني في اليمن. أوضح أن دول التحالف وعلى رأسها المملكة والإمارات العربية المتحدة قد تصدرت الدول المانحة والداعمة لليمن. إن دول التحالف وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة جعلت الجانب الإنساني في اليمن على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها، وهو ما جعلها تتصدر الدول المانحة والداعمة لليمن، حيث بلغت تلك المساعدات أكثر من 18 مليار دولار، شملت الجوانب الإغاثية والإيوائية والاقتصادية والتنموية. طالب الدكتور الربيعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية ومراقبة ميناء الحديدة وضمان وصول المساعدات للشعب اليمني. ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد أمام الانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مراقبة ميناء الحديدة وضمان وصول ما ينتج عنه لصالح الشعب اليمني من خلال البنك المركزي